السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا هنتكلم عن طبعا يعتبر بالنسبة لنا جريمة جديدة حصلت في هولندا، وهي الاعتداء وتمزيق المصحف تاني في هولندا قدام مبنى البرلمان. ودي طبعا الواقعة اللي بتحصل تقريبا في أقل من أسبوع بعد حرق المصحف أمام السفارة التركية في السويد. الفكرة هنا طبعا يعني احنا بنتكلم على قرآن يا جماعة، بنتكلم على دستور أمة أو كتاب من الكتب السماوية. فأيا كان الشخص المعادي ده، أو أيا كان هو توجهه ملحد بقى متطرف، دايما ما بيبقاش عندنا مشكلة مع الأفراد. يعني أنا ما عنديش مشكلة مع الشخص ده أصلا، هو ده شخص من ضمن يعني من ضمن ملايين الأشخاص في كل الدول دي. لكن الفكرة ما يبقى في توجه عام عند الدول دي، وفكرة حرية الرأي والتعبير توصل للإهانة بالأديان، فده بيعمل احتقان عند الناس، ودايما بيبقى فيه أحيانا ردود أفعال غير متوقعة. وللأسف بيتم مواجهة ردود الأفعال ومحاسبة ردود الأفعال والتغاضي عن الأفعال. وشفنا قبل كده حصل مشاكل كتير جدا، وبعدين في الآخر يقول لك إيه، إرهاب وظهور الإرهاب والإرهاب، ودايما بيلصق كلمة الإرهاب للإسلام بس. لكن اي حد تاني يقولك لا، ده دول مجانين مختلين عقليا. فده مش مقبول ابدا، واحنا ما نقبلش ان ده يحصل، خاصة ان هما بيدعموا امور تانية جدا لا علاقة لها اصلا بالدين، وعادي انك تتهنها وتطلع ميتينها عادي جدا. ما هو ما تجيش تقول لي بقى حرية اديان وحرية معتقدات وحرية تعبير والكلام ده، وما تيجي تنتقد حد او شخص او مجموعة او فئة او طائفة يقولك لا اوعى، ده دول يعني خط احمر. يعني هي الدنيا ماشية ازاي؟ طبعا بنشيد بالدور اللي بصراحه يعني اللي قامت بيه تركيا في الرد القوي، الرد المليوني والمليونيه العظيمه اللي اتعملت قدام سفاره السويد بتركيا، واللي كانت حشيده. وطبعا دول كتير في الوطن العربي، عمان مثلا في سفاره قدام السفاره السعوديه في عمان حرقوا العلم السعودي، في اكتر من دوله حرقوا العلم السعودي. ده تنديدا باللي حصل، استهانه. يعني انت في ان انت حرقت قران، فما تزعلش ان انا لما احرق لك علم، يعني ده قماش، انما انت حرقت دستور. فطبعا نتمنى ان كل الزعماء العرب والمسلمين يكون لهم وقفه قويه علشان الموضوع ده، وعشان الموضوع ينبذوا كل التعصب. يعني هو في النهايه ما ينفعش الرد يبقى على الموضوع ده، يعني لو المسلمين هيردوا ما ينفعش المسلم يجيب كتاب انجيل ويحرقه. يعني احنا ما بنقبلش ده، ما ينفعش تجيب صليب وتكسره، ما ينفعش. احنا ديننا يعني بيفرض ان احنا ما نتعاملش بهذا بالاسلوب وبالهمجيه وبالوحشيه دي. فلازم يبقى في احترام للمعتقدات وحريه التعبير دي يا جماعه. يعني ايه، ما تخشش في البند ده خالص خالص، زي اهانه بقى الانبياء وزي اهانه الكتب السماويه. ده ما فيهاش حاجه اسمها اهانه التعبير، اسمها قله ادب. يعني عيش حياتك وانتقد كدين اخر، يعني عيش حياتك، لكن توصل للتعدي بالشكل السافر ده، لا ده بصراحه مش مقبول. فانا بعلن ان انا يعني برفض ده رفضا شديدا، سواء حصل من هولندا او في السويد او في اي مكان في العالم. لابد من احترام الاديان، وبلاش ندرج الموضوع ده يا جماعه تحت موضوع حريه التعبير، المصطلح الخايب اللي بيتقال ده. سلام، ونشوفه في فيديو جديد.